عندما كنت صغيرا خلف طاولة السخافة فوق كرسي الغباء عالق في الاختبار. كان نوع الاختبار حول تاريخ الشعوب، لم يكن صعبا عسيرا، لم يكن سهلا يسيرا، كان من هذا وذاك، كان كالآتي: وقاك الله مما قد أتاك. يا أحبائي الصغار، استعدوا اختبار. عللوا سبب البرود، فسروا سر الجمود، واشرحوا أسباب سحق الله للأقوام عاد وثمود. اكتبوا بعض السطور واتركوا بعض السطور. ما هي الدول الكبيرة؟ ما هي الدول الفقيرة؟ ما هي الدول الصغيرة؟ ما هي الدول الحقيرة؟ اكتبوا بعض السطور واتركوا بعض السطور. اكتبوا أسماء بعض الرؤساء. ما اسم شفاط الخدود؟ ما اسم قارون النقود؟ ما اسم حراس اليهود؟ افضحوا كل القرود، في الدراسة لا قيود. افضحوا كل القرود، في الدراسة لا قيود. والنتيجة، انتظاري للنتيجة كان شر مستطير. لم أجد اسمي مع من كان في قسم النجاح أو في أقسام الرسوب. قلت: يا أبتي، لنسأل من هنا قسم الإدارة. فانطلقنا للمدير واقتحمنا مكتب الرجال في وقت قصير. فانطلقنا للمدير واقتحمنا مكتب الأستاذة في وقت قصير، والإجابة فاجأتنا. قالها لما رآني: أيها الوقح الصغير، أيها الوقح الصغير، أيها الوغد الكبير، أنت أوقح من تقدم في اختبار الأمس تاريخ الشعوب. والمصيبة أنني أفنيت ليلي أستشير المعلم والغفير، ما هو الاسم الثلاثي للخطير ابن الخطير؟ لم يجيبوني، لم يجيبوني، ولم ألقاه في الورقة. فقل لي: هل نسيت؟ قلت: لا والله لم أنسى، ولكني صغير خاف من بؤس المصير. من سلامتكم.